بما ان في 6 مليون بنت عانس في مصر مقابل 2 مليون بس من الشباب، وبما ان الجاذبية للبيضة والأنوثة للسمرة والحظ للمقشفة المعفنة، فانا جيت النهاردة اقولك كيف تستردين عريس. ركزي بقى معايا عشان مستقبلك في الحتة دي. بما انك مش هتعرفي تروحي مكان يعني وتظبطي واحد ويعجب بيكي هناك، وبما انك اصلا حظك بيقع في ناس معفنة، انا بقى هقولك الخلاصة والفولة فين. شوفي يا بنت الحلال، كل اللي حواليك اللي مرتبطين بناس زي القمر وبتحسديهم دول، اقول لك بقى جايبين الحلويات دي منين؟ شوفي، كل اللي هتحتاجيه في الموضوع كله موبايلك، هتجيبي موبايلك وتعملي باقه من 160 جنيه، دي عارفه باقه كبيره كده تستحمل الموضوع، وتقومي بقى عامله سيرش في الفيسبوك وتكتبي مثلا اسم فتى احلامك، يعني ابراهيم، اسماعيل، جلال، اللي انت عايزاه. هيطلع لك كمية شباب كتير كتير. نقي بقى واحد أمور يكون عليه العين، عينك ترضى بيه وقلبك يسمح بدخوله. تمام. هتدخلي بقى تعملي له ايه؟ هاي، او نفترض مثلا يعني ان اسمه ابراهيم، فتدخلي هاي يا ابراهيم، ازيك، عامل ايه، انت كبرت قوي وحلويت ما شاء الله، ايه الحلاوة دي يا ابني؟ فهيدخل مش هيتجاهل رسالتك، لان هيقول ايه ده، هي عارفاني. ده اولا. ثانيا هرد عليكي بعد ما تقولي لي كل ده، يعني بعد ما تقولي له هاي في الاول هيقول لك هاي. هتعرفي بقى من طريقته واخلاقه ازاي. لو قال لك هاي بالعربي اعرفي ان هو تعليمه مجاني كده زينا عادي، لكن كتب لك هاي كده بالانجليزي اعرفي ان الواد ده خريج مدارس لغات، ويبقى انت كده ايه، هتضمني مستقبل ولادك بعد كده. طيب لو رد عليكي رد قليل الذوق، هتعرفي ان اخلاقه زفت وزباله وما عندوش ذوق وعاملك بمنتهى الجفاء. نفترض مثلا ان هو قال لك هاي ازيك، فانت تعرفي كده ان هو لطيف وعنده ذوق وابن ناس، وتعرفي كده ان ده اللي هينفعك. بعد كده هيقول لك ايه ده، انت تعرفيني؟ فتقولي له انا عارفاك، مش انت ابراهيم ابن طنط سعاد يا ابني؟ انا مثلا ميسه اللي كنت باجي عندكم وبتاع ومش عارفه ايه، ده المحشي بتاع مامتك جامد جدا. فيقول لك ايه ده بجد، طب انت ممكن تبعتي لي صوره ليكي؟ قدامك حاجه من الاثنين، لو انت من بتوع الحظ المقشفه الجربانه، لا ما تحطيش صورتك وانت مقشفه جربانه، ممكن تنقي صوره بنت حلوه او الفلات اللي ربنا يخليها لك، تحطي صورتك كده وانت زي القمر بالصوره اللي هي كده دي كده، وتاجي الورد وتروحي بقى ايه ظرفه الصوره الجامده، فالواد هيقول ايه دي اموره، فيلبس فيكي في كل الحالات. فانت بقى تقولي له ايه، بص انا كلمتك عشان احنا في بينا صداقه عميقه جدا وكبيره، لكن في الطبيعه انا ما بكلمش ولاد وما بكلمش حد وما بردش على رسائل الازل والحاجات دي. تمام. هيبقى في برضه احتمال من الاثنين، يا اما هيقول لك اه تمام انت اللي انا عارفها دي، فهتعرفي بقى ان هو شاب ماكر وحقير وبيمشي مع اي بنت فهتقطعي علاقتك بيه، واللي هيقول لك انا ما اعرفكيش بس عادي احنا ممكن نبقى اصدقاء. تمام، يبقى الحب هيجي من ناحية الصداقة. تمام. دي الوصفة اللي كل المقشفين اللي حواليك بيستخدموها، ويحظوا بالشباب الوسيم واحنا ناخد الشباب الوحشين. فهمتي؟ هي دي بقى الطريقة. بقى انت زي ما قلت مش محتاجة الا موبايلك في الموضوع ده، وربنا يوفق الجميع، ويعني ربنا يجعلني كده خير عليكم ان شاء الله، وكل واحدة يعني جميلة وحاملة تاخد اللي يستحقها، وما عند حملة لا لزواج الحقيرات بالوسيمين. بس